أعزائنا المشاهدين، عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل اللي تتابعوا فينا على قناتنا الوطنية الثانية. كيف كل يوم عندكم موعد يومي للأخبار الثقافية الحصرية اللي نواكبوها من خلال طوق الياسمين. حصتنا لليلة بدأت سهرة طيبة. شكرا لطوق الياسمين. نحاولوا ديما في طوق الياسمين نغطيو أكثر الأخبار الثقافية اللي تعيش على وقعها بلادنا، والليلة اخترنا باش نكونوا حاضرين في دار حسن المحجوبي باش نتقابلوا معاه نقربوا منه في لقاء خاص. تابعوا معنا اللقاء ومن بعد نرجع. شكرا لطوق الياسمين. يمي متي عينيك نظرة واحدة ذوبتني فيك، حبيت نهرب من غويلي نلقى روحي يما غارب ليجا. يمي متي نغمض عيوني نراجع الخيال جا مشتاق وانا احذاجا. يمي متي نغمض عيوني نراجع الخيال جا مشتاق وانا احذاك مسحور بيجا مالي حيلة معاك. بلا روح جسم الروح ملكي ديجا. يمي متي مزينها لا شمس ولا قمرة في محاسنها، حبيت نهرب من قاويلي. أحسن المحجوبي التلمذ على يد الكبار في رصيده عديد الألبومات والأغاني، صوت قوي لكن عنده لوم كبير على الإذاعات الخاصة. شوف ما صحيح ما ترانيش برشا في الميديا، أنا عندي برشا أعداء في الميديا، معناتها في التلفز في برشا تلفز خاصة في تونس معروفين، عندي برشا أعداء وعندي برشا أعداء في برشا إذاعات تونسية. أنا ممنوع مثلا، عندي توا يمكن 10 سنين ممنوع من برشا، معناتها مش لازم نسميه في الإذاعات أبار نفاعة والتلفزة التونسية ما نحكيوش عليكم، هذوكم تقول في دارنا. الأخرين البقية بريسك معناتها أكثر الإذاعات المعروفة ولا التلفز المعروفة ما ترانيش، خاطر عندي برشا أعداء وما يحبونيش الله غالب، المنتجين اللي ينتجوا في الحصة واللي يذيعوا فيها الحصة ما يحبونيش الله غالب. حسن المحجوبي يمن بأغنية الحظ اللي تنجم تعمل نقلة نوعية في مسيرة الفنان. بتبيع فما غناية تنجم تكون غناية فنية تضرب، تكون غناية تضحك وتضرب، فهم برشا يغنيوا يضحكوا وغنياتهم ضاربة. مصلي على النبي صحة حظ عطاه. تحب نعرس يا أما نحب نعرس يا أما نحب نعرس نعمل دار حب نونس يا يما، دعيلي بالخير يا أما دعيلي بالخير يا يما، دعيلي بالخير نجرني الشيب وأنا صغير يا يما. نحب نعرس يا أما نحب نعرس يا أما، تحب تعرس تعمل دار وحبها تونس يا أما، نطالب ربي يا أما نطالب ربي يا أما، نطالب ربي نجيب صغير وانت تربي يا يما. تحب نعرس يا اما تحب نعرس يا اما، نحب نعرس نعمل دار حب نونس يا يما. احسن المحجوبي يطمح لمسيره ذهبيه لكن يعرف انه الفنان في تونس عنده مشاكل كبيره في الانتاج. لا نخدم ونحب، نحب بطبيعه الحال اي انسان يحب يتطور في حياته ونحب هذا كل نحبوه. ما احنا في تونس ما عندناش شركات انتاج بالكل، نقول عندنا شركه باكا، والشركه ذي اللي عندنا في تونس معناتها ولات انت كي تعمل انتاج برشا فلوس بار اكزومبل الانتاج بتاعك يتكلف 20 30 الف دينار، تزيد تدفع عليه فلوس للشركة باش هي تخرجه لك. في تونس هذا ماناش في مصر، احنا في مصر فما ناس وراك وفما ناس تخدمك، احنا هوني اللي يخدمك هو الشاعر
والا الملحن ولا الموزع سيتو. معناتها انت يلزمك ديما تحرك وديما تصرف وديما تعطي من عندك ومن صحتك ومن فلوسك ومن الدنيا كل. والفنان التونسي علاش يقول لك مثلا تاعب؟ شو معناتها تاعب؟ تاعب مسكين ما عندوش شكون مثلا، ما عندوش بيرو، ما عندوش ناس تخدم عليه، اربعه خمسه من الناس صحاح ما عندناش. احنا تو اي فنان في تونس تطلبه هو بيدو يجيك يكتب لك كونترات. قليل عندنا واحد ولا زوز يبعث لك شكون زعما عامل حد معناتها في بلاصته وهو يجي. معروف هذايا معناتها ما نخبيو حتى شيء على الناس. معناتها من غنايه مش ضد باش تخرج ان شاء الله. معناتها هذه غنايه لمحمد اللاجبي، خذيت فيها انا معناتها ورقه. معناتها كل الغنايه من التراث لازم تاخذ فيها. انا عجبتني برشا الغنايه خاطرها غنايه انا نغني فيها من الصغر، يمكن يعرفها الجمهور التونسي يقول نغنيها خير. قول يا طير سلم على الوطن وحبابي، يا طير سلم على الوطن وحبابي، وضبط على سطوح القلب جوابي، وضبط على سطوح القلب جوابي، وهبط على الياسمينة وانظر لحال ميمتي لحنينة، وهبط على الياسمينة وانظر لحال ميمتي لحنينة، يا ميمتي ماذا شقيت علينا من وحشك يما والله فقدت سوابي. أحسن المحجوبي من الفنانين اللي يخدموا على التراث التونسي وعندهم اهتمام كبير بالأغاني القديمة. في كل ستة أغاني تلقى عندي غنية قديمة. نحب الأغاني القديمة التونسي نتاعنا. مثلا توا كيما الغنية هذيا طير سلم عندها يمكن 30 ولا 40 سنة. معناتها المرحوم محمد الهاشمي الله يرحمه. غنية اللي أنا صغير نحبها برشا الغنية. توا السنة ظهر لي باش وزعناها التوزيع ياسر حلو، نعطيك نسخة منه ياسر حلو خرجت. معناتها كي غناية تبكي ناس حتى في استديو ولا عازفين ولا حاجة، ومع تشيخ أنت تشيخ وحدك. خلي كان تولي مثلا تتعدى ديما في الإذاعات وفي التلافز اللي أنا محروم منهم برشا. والله ما بيسيرش، مش مشكل، ما يقلقنيش. أنا فنان، انا مبدع، انا نخدم روحي لحياتي. معناتها انا عملت الدار هذيا شخت عليها وحدي، كونت روحي وحدي، مثلا كي باش نشري حاجه واحد ما يقلقني شيء، ما دامني حي نرزق نخدم بقدره ربي، لاباس ولادي لاباس داري لاباس الحمد لله. معناتها اي ما بقدره ربي النجاح انا ناجح. احسن برج الحوت ساعة باش تعرف له راجل حنين على الاخر، وانا زاد برج الحوت دونك نتفاهموا. حسن حنين يحب يسر الناس حتى قبل عائلته، على حساب عائلته على حساب ولاده على كل شيء. حسن الفنان زاد يحب الفنانين بالحق. حسن محبة عاقل في الدار، يحب الدار يعاون زاد في الدار. على الاخر يقلقني قولوا اخرج، ما يحبش يخرج زاد، نخرج انا وياه ديما. شنو اخر حسن؟ والله انا حسن عرفته في ساعه فيسع، وعرسنا في ساعه فيسع، وعملنا عائله في ساعه فيسع. اما ادخل علينا نعرفه عندي برشا، خاطر في ساعه تفهمنا ولقيت فيه برشا حاجات بالحق. معناها ما صعيب تلقاهم في الراجل حنين برشا، تحسوا نحسوا بابا خويا صاحبي راجلي كل شيء، صاحبتي زيدة ساعات حاجات ما نحكي لهمش لدارنا نحكيهم لحسن، وكل شيء نحكي لحسن. حتى دارنا ساعات يحكي لي حاجة يقولوا لي تمشيش تحكي راجلك، خاطر يعرفوني أنا معناها ديما نحكي له ما نخبيش عليه. كاو حزار ومغيار شنو إيه كاو ومدللني أنا ديما معاه، حتى كيمشي الاستوديو ولا حاجة ديما معاه. معناها حتى كي فما غاني جدد ولا حاجة يسمحهم لي نختار معاه شو معك؟ بتحفظ أغنية؟ بتبيعها أكثر منه. إيش
خاطر غنيها سبيسيالمون لي انا. والله برشا يا مهفة فما برشا يا ميمتي عينيها برشا يا مهفة انتي وملا طفلة يا مهفة يا مهفة يا مهفة خدني قلبي على غفلة يا مهفة يا مهفة يا مهفة اسمك حبي عنوانك تسكن في قلبي يا مهفة علاش تخبي وعلاش الدورة والمهفة يا مهفة يا مهفة ملا انتي ولا هي يا مهفة شكرا لطوق الياسمين. الليلة حصتنا ثقافية بامتياز وعلى هذيك باش نمشيو مع زميلنا حسني دبيش لفقرة المصورة بدار الفنون ببن عروس نتفرجوا ومن بعد نرجعوا. شكرا لطوق الياسمين. الفنون ببن عروس كان على موعد في برمجة جديدة مع معرض شخصي للفنان التشكيلي منصف مشيش. الفنان الشامل الذي جمع بين الفن التشكيلي والنحت والسيراميك والكولاج. الفنان يستغل أشياء متروكة على قارعة الطريق فيحذق رسكلتها ويقحمها في اللوحة أو في النحت. أعمال الفنان تترجم هواجسه وأحاسيسه وتجاربه باتباع تجربة الفن الخام، فأبدع في لوحاته لأنه مؤمن برسالة الفن. أنا بديت في النحت على الرخام، ومن نحت على الرخام دخلت للفسيفساء ودخلت للبلور ودخلت للرسم. عندي مشوار طويل في موش الموضوع هو اليوم، مشوار طويل في الرخام. أنا وسقت لأمريكا وسقت العالم أجمع، خدمت في العالم أجمع وقشت في كندا في العالم أجمع، وعندي نصب تذكاري في جنيف، وعندي في الجمهورية التونسية عندي زادة معناها أعمال جيدة. وتو أنا متقاعد أصلي من ترشيح المعلمين، أما خدمت عندي مسيرة كبيرة وسافرت في العالم ياسر. كي نسافر في العالم ندخل متاحف، ندخل الأروقة، ندخل وين الأثار، معناها عندي جاذبية قوية لكل ما هو فن. هذاك كون لي طاقة في ذاتي. وتوا تفرغت أنا تفرغت للفن للرسم. الرسم بما أني أنا عصامي مانيش مقيد، مانيش مقيد، ولذا نمس كل شيء. عندي الرسم العادي، عندي الرسم بالفضلات، كل ما هو فضلات نلمه ونكون منه، يسمى روسيكلار. ونخدم على الورق المقوى، نخدم على طوال، نخدم على الخشب، نخدم على الكونتوبلاكي، نخدم على الألومنيوم، نخدم على كل شيء، فهمتني؟ ومانيش مقيد. كي نبدا نخدم ماذا بيا ما عنديش اتجاه معين، ما نجمش. هو الفنان يزم يكون عنده الطابعة نتاعه. الطابعة نتاعي أنا كبير ياسر، لكن كي ترى الألواح نتاعي تعرف لي ذاتي أنا. عندي النحت على الطين، زادة نخدم في النحت على الطين. اتصل لي
هو الرسم الريفي في جنوب الجزائر. عندنا احنا لهنا في سليانة، موجود في فرنسا، موجود في العالم أجمع. هذا الرسم هذا عمره 20,000 سنة. الإنسان البدائي أول ما بدأ يرسم، يرسم بالمواد الطبيعية العادية ويرسم في 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 المغارات. احنا في تونس حتى إنسان ما مس الفن هذا. أنا بحول الله باش نعمل معرض كبير في الرسم هذا الريفي البدائي، رسم المغارات. وقتي نخدم ما نرسمش بالقلم الرصاص، ما نعملش فكرة، نحط اللوحة قدامي وناخذ المواد الزيتية ونبدأ نخدم طول. الإيحاءات تجي في وقتها، ما عنديش معناها تفكير باش نفكر في الموضوع ولا حاجة. هذاك علاش المواضيع متفرقة ياسر. الجرافيور هذاك نعمل البعد 3D، فيه مواد، مواد فيه الكرتونه، فيه الدونتيل، فيه الشارب، مجموع كل ما هو متوفر، كله متوفر. احنا نعمل به الرولييف ونخدم به. جاوني رسامين من فرنسا وقالوا له كان تهز هذا، حتى هذا يتسمى لار بروت، الفن الخام، الفن الخام. الناس فدت من الاكاديميك ومن الكلاسيك، يحبوا ابداعات جديده في الفن الخام هذا، مطلوب في اوروبا ياسر. لكن احنا ما نجموش نخرج، واذا كان جيبش تخرج يقول لك هذا باتريموان، ما عندناش تسهيلات باش نجم تعمل معرض البر. لو كان يسهلونا ريت الفنانين اللي بطاله ولا كل طول كلها تمشي تعمل معارض، ما عندهم ثقه فينا. انا مشيت لباريس ما عندهم ثقه فينا، يقول لي انت نوفروا لك احنا الرواق ومن بعد انت ما تجيبش ما تجيبش اللوحات نتاعك. لو كان الدوله توفر لنا واللي هو ترى فيه اوتنتيك ولا حاجه، ما تخليناش نخرجوه، ولا خلينا نخرجوه خويا تو نخدموا تو نبدعوا لبرا، خاطر تونس ما عندها السيد بالكل في العالم، ما عندها السيد في الرسم في الالواح هذه الزيتيه والكل، ما عندها السيد. علاش؟ خاطر تما كبت، ما ثماش حريه للوسق، يزمي يسيبوا الوسق وتو نمشيو اخويا ونعرفوا بتونس. وانا تو في الفيسبوك عندي تقريبا 6000 الناس يحبوا يعملوا لي معارض لبرا. واحد كل ما عملت ثوره كبيره بالفيسبوك، عملت ثوره في العالم البر. مشيش فاجأنا فنان هو، والمسيرة نتاعه أنا نعرفها من زمان، وإنسان يعيش للفن وعنده هاجس معناتها ديما، رغم ما عملش الفنون الجميلة لكن لي فواياج اللي عملهم، مشى حتى شمال، مشى لأمريكا، مشى لكندا، مشى خذا برشا أشياء في العالم، وذيك عملت له ثقافة اللي نجم ولا يستعمل الآلات وينجم يعمل الأعمال نتاعه ويعملهم معناتها بصفة معناتها بتركيز وعلى ما شاف، خاطر هذيك زادة ثقافة كبيرة ياسر لي فواياج نقولوا احنا، هما يكونوا الفنان. هو زادة كان في تونس عنده فضل كبير ياسر،
اللي هو كان في التعليم قبل وبعد مشى بدل وبعد رجع معناتها الفن جبده وقعد يخدم في الفن وكون برشا عمل السكولتير وكون برشا شباب حتى يخدموا في المعامل نتاع الرخام في تونس اكثرهم اللي كونهم الموسف مشيش وكان معناتها عنده الفضل ونجموا نذكروا الواحد الرمز اللي عمله في سيدي بوزيد عمل المنصب اللي عمله في مزبي على الكريت هذيك نتاع عبد الرخام شيء معناتها جميل جميل جدا يعني نتاع سيدي البوزيزي الكريت هذيك اللي بالرخام هو اللي عملها منصب مش شيء واش دونك وهو ما يظهرش في المعارض المره هذه انا تفاجأت لانه خاطر ما يعرضش هو ديما يخدم ياسر وما يعرضش وعنده مشروع هاي ياسر مشيت شفته انا في مرناق دي جروت عاملهم ان شاء الله يشجعوه على باش يكمل ويعلم في ناس ويجيب ويلم مثقفين وقاعد يخدم معناتها وحده من غير في الخفاء في الخفاء ومن غير حتى دعم معناتها معجزه في تونس كيفاش يكون شباب كون جيل كامل في النحت معناتها اللي تشوف فيهم توا الشباب اللي طالعين اكثرهم تعداوا على الموسف مشيش ويخدموا في المعامل وهو الحاجه الباهيه اللي فيه رغم ما عملش في الاقراش في الفنون الجميله لكن هو متثقف برشا لانه يزور المعارض ويمشي ويخدم مع في الخارج دار العالم اجمع ولهذا ذاك اعطاه شحنه ولا عنده قدره باش ينجم يشوف اللوحه نتاعو ويخدمها ويركز فيها ويعمل فهمت وهذا اللي ماذا بينا معناتها يشجعوه سي المصري مشيش فنان تشكيلي متعدد الاختصاصات ومولع بالفن منذ الصغر حيث شرع في النحت وفي فن الفسيفساء وقام بأعمال متعددة جدا سافر من خلالها للخارج ووصلته أيضا عدة طلبيات فكان معروف الأوساط الحرفيين الفنيين كنحات ماهر وكفنان في فن الفسيفساء إذن بمن هو معناتها عنده حب الاطلاع وعنده حب الاكتشاف لم يكتفي بهذا النوع من الاختصاص يعني النحت والفسيفساء بل بادر باكتشاف إذن مواهبه في فن الرسم الرسم الزيتي أو رسم ذات معناتها التقنيات المزدوجة ومنذ عقدين صار هاجسه ومشاغله الفنية في اللوحة واللوحة عنده ليست اللوحة التقليدية القماشية بل اللوحة يمكن تكون معناتها خشبية معدنية نجم نقول من الورق المقوى وهلما جر ثم جعل من لوحته إذن مخبر أين يضع فيه معناتها كل ما يتوح له من مواد ملقاة على الأرض فيستغلها ويحاورها ويثبتها ليخلق إذن رؤية جديدة عالم جديد مرتبط كثير بحبه إذن للإبداع ومرتبطة أيضا بفن الذي يسمى معناتها فن الخام هذا الفن الخام لار بروت الذي شهر به كثيرا في القرن العشرين الراحل جون دي بوفي نشوفه كونه الفنان منصف المشيش يعالجه بطريقة عفوية بطريقة شخصية فيها روح تونسية وفيها إذن أثر وبعد فني وخيالي يصعب معناتها تحديده لأنه هو يمر من النبات إلى العمارة إلى الخطوط العربية إلى رسوم الكهوف إلى رسوم الزوجة ليخلق عالما جدا ثري وجدا
يحوي في طياته الصدق والحلم والخيال. المعارض معناتها مازالت متواصلة، معناتها البرمجة بالنسبة للسنة هذه متواصلة حتى بحول شهر جوان. من بعد المعرض هذا متاع سي موسف مشيش عندنا معرض ثنائي نصر الدين العسالي وسي عبد الستار العبروقي، بداية من 2 فيفري حتى النهار 16، ومن بعده معرض فردي منظر جويني، ومن بعده في مارس عندنا معرض نساء مبدعات يبدا من 9 مارس حتى 16 مارس بحول الله. معناتها الانتاجات الثقافيه والابداعات مازالت متواصله كما قلت لك، حركيه موجوده فهمتني. وبرنامج عندنا برنامج طويل وعريض معناتها من هوني حتى الشهر لو في مدينه بن عروس يجيكم، فما اقبال بصراحه. بدا الاقبال معناتها بدات خاصه الجيل نتاع الشباب معناتها بدا معناتها يتغرم بالمعارض الفنون التشكيليه، وبدا يتغرم معناتها بالحركيه اللي موجوده في الرواق هذيا معناتها بالنسبه لكل خاصه الشباب نتاع المدارس نتاع المعاهد، كل ما يخرجوا من المدارس يتعداوا يعملوا طلع على الرواق باش يشوفوا شنو المعرض اللي موجود في الرواق الجديد. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف الفقرات الثقافية اللي قدمناهم لكم الليلة من خلال طوق الياسمين. في دي هي مقعدي، كان باش نقول لكم كان نصبح على خير ونتقابل معاكم في حلقة جديدة. باي باي. شكرا شكرا لطوق